مشاهدينا الأعزاء عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم ونستهل النشرة بأبرز العناوين. رهبنة مار يوسف للظهور تضم أخوات جدد لمؤسستها. أخوية سيدة المعونة للروم الكاثوليك تحتفل ب15 عاماً على تأسيسها. 35 من أبناء الرعية الكلدانية يقبلون سر المناولة الأولى. وفيها أيضاً كنيسة القديس نيقلاوس في محافظة العقبة ضمن حلقات كنيستي. أهلاً بكم. احتفلت رعية الكلدان في الأردن بقبول أبنائها لسر المناولة الأولى، وذلك بقداس إلهي ترأسه الأب زيد حبابة بمشاركة جموع من المؤمنين. المزيد في التقرير التالي. من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية. بهذه الكلمات احتفل في كنيسة القديس يوحنا دي لاسال لفرير بقداس أول مناولة لسر القربان المقدس لأبناء الرعية الكلدانية، وسط فرح كبير بين الأهالي المشاركين أبناءهم هذه النعمة والبركة. وترأس الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن الذبيحة الإلهية بمشاركة عدد من الشمامسة، وبحضور القائم بأعمال السفارة العراقية القنصل خالد الخيزران والراهبات وجمع من أهالي المتناولين وأبناء الرعية. وفي عظة الأب حبابة التي تحدث فيها للأطفال شارحاً لهم معنى التناول الأول وأهمية الحضور للصلاة وتناول جسد ودم السيد المسيح، حاثاً الأهل على المشاركة الدائمة للقداديس الإلهية ليكونوا القدوة والمثل الصالح لأبنائهم. يسوع المسيح بيناتنا. أول نقطة مهمة سر القربان المقدس اللي أسسه لنا يسوع، مثل ما قال صديقكم في العشاء الأخير، حتى يسوع يبقى حاضر بيناتنا. هذه نقطة. والنقطة الثانية، لما نتناول يسوع إيش راح يصير؟ نتحد بيسوع. ولما نتحد بيسوع إيش راح نسوي برا بالعالم؟ لما نطلع من القداس، لما نتناولنا جسد يسوع ايش راح ينطينا؟ طاقة والقوة حتى ايش؟ يقوينا حتى شو نسوي؟ حتى نسوي مثل ما هو وهو سوى. حب الناس. اكو وصيتين مهمة، محبة الله ومحبة. فإذا يسوع يعلمنا كيف نحب الله ونحب القريب. وتلى الأطفال المتناولون بأجواء روحية خاشعة وبتراتيل شجية طلبات خاصة لبلدهم العراق وللسلام في العالم ولكل بلد متألم، واضعين فيه التقادم أمام المذبح الإلهي على نية الكنيسة ومؤمنيها جمعاء. Thank you.
واختتمت الصلاة بالتقاط الصور التذكارية لهذا اليوم الهام في حياة الأطفال الذين قبلوا الرب بالدم والجسد. ترأس سيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بترا وفيلادلفيا وسائر الأردن القداس الاحتفالية بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس أخوية سيدة المعونة الدائمة في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق، بحضور سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريركي للروم الكاثوليك في القدس، ولفيفاً من الأباء الكهنة من الكنائس الرسولية والراهبات وأعضاء الأخوية وجمع من المدعوين. وأشار المطران جبارة في عظة القداس إلى أن هذه المناسبة هي دعوة لمراجعة ذواتنا كأخوية بعد سنوات من العمل والجهد والبذل والعطاء. أمنيتي إنه الأخوية كانت مدة 15 سنة هذه الأرض الطيبة، وبعرف سيدات كتار بيناتهم هالكلمة كانت عم تنمى بحياتهم، هالكلمة عم تنغرس أكثر فأكثر، وثمر هالكلمة 30 و60 و100 كان مبين حول منهم، كانوا عم بيشعوا بالعطاء، بالخدمة، بالتضحية، بخدمة الكنيسة، من خلال المحاضرات اللي عملوها على مدة 15 سنة، كانوا عم بيشعوا بالمجتمع، كانوا عم بيشعوا تجاه الآخرين في بيوتهم، في عائلاتهم. الليلة بحب أقول للجميع شكراً على تقبلهم هذه الكلمة، على تحولهم لأرض معطاءة، على السماح لكلمة يسوع تنمى أكثر فأكثر بحياتهم. أمين. وبعد ختام الصلاة التأم الجميع في قاعة المطرانية، حيث ألقى الإرشمندريت بسام شحتيت النائب الأسقفي للمطرانية كلمة رحب فيها باسم الأخوية بجميع الأساقفة والأباء الكهنة، شاكراً الجميع لحضورهم ومشاركتهم سيدات الأخوية هذه المناسبة الخاصة المكللة بالمحبة والعطاء. وتم أيضاً عرض فيلم وثائقي عن تاريخ تأسيس الأخوية تضمن أبرز نشاطاتها وفعالياتها خلال الأعوام الماضية، مستذكرين فيها مؤسسي الأخوية الذين خدموا فيها. وفي الختام قدمت دروع شكر باسم الأخوية لأصحاب السيادة والأباء الكهنة ولعدد من المحاضرين وسيدات الأخوية القدامى والجدد وكشافة المطرانية الذين قدموا بدورهم هدية تذكارية باسم الكشافة للأخوية، كعربوني محبة وتقدير لخدمتهن الطويلة المعطاءة. قمنا بقداس احتفالي بهالمناسبة بقيادة سيادة المطران جوزيف جبارة، وبعد الاحتفال قمنا بتكريم مجموعة من المحاضرين خلال فترة 15 سنة مع مجموعة من الأخوية، من ستات الأخوية القدامى والجدد. اسم أخويتنا أخوية سيدة المعونة الدائمة. نشكر كل اللي حاضرين والمحاضرين اللي كانوا موجودين معنا، وقمنا بعملية الضيافة، ونشكر نورسات على تعاونها. بمناسبة بدء تساعية القديس شربل، أحيت المرنمة رانيا يونس أمسية ترانيم روحية في كنيسة مار شربل المارونية بعمان بمشاركة جوقة صوت المعمدان للاتيني في مادبا والعازف فارس فواضلة التي رعاها المونسنيور غازي خوري كاهن الكنيسة والأرشمندريت إفيديس إبرجيان والأب بنيامين شمعون والأب بسام الدير والأب سامر زكنون والشماس سنان سلامة وأعضاء أخوية الكنيسة وجمع من المؤمنين من العراق وسوريا والأردن.
شرب الول عذرا يا شرب منك نظرة على لبنان وطمنا يا شرب صلي عنا. ورحب الأب غازي خوري بالمرنمة رانيا يونس وبجميع الحاضرين المشاركين في الصلاة الطالبين شفاعة القديس شربل ليحل السلام والأمان في شرقنا خاصة والعالم أجمع. مع الجوقة والعازف ورانيا رح نقضي أوقات روحية، رح تحسوا اللي حسيتوا أنه مش بس اشتغلوا على التجويد تبعول الكلمة واللحن، ولكن اشتغلوا على الروح الباطنية اللي في داخلهم. أهلا وسهلا فيكم من الأردن جيتوا، أهلا وسهلا فيكم من العراق جيتوا، أهلا وسهلا فيكم من لبنان جيتوا. هالكنيسة وكل كنايس الأردن منا محصورة لشعب معين، هي لكل الشعوب بالشرق الأوسط، حتى المسيحية يضلوا بالشرق، ومش بس المسيحية يضلوا بالشرق، كل روح طيبة تضل بالشرق. أهلا وسهلا فيك رانيا، ولو أخذت شوي أكثر. يعني بدي أهل بالآباء وأقول لكل الأحباب من كل المراكز والأقطار أهلا وسهلا فيك. وعبرت المرنمة يونس عن عميق شكرها لرعية مار شربل في عمان لدعوتها لإحياء هذه الأمسية المميزة، والتي قدمت فيها باقة من التراتيل والتسبيح للسيدة العذراء وللقديس شربل. ونشكر الله على كل الحضور، كان فيه من الأردن، من العراق، من لبنان، من سوريا، ومن كل الكنائس جينا تنصلي تنمجد الله، تنمجد الله بقديسيه، لأنه ربنا وقت المنكرم مار شربل ومنكرم العذراء ربنا بيتمجد. جينا لنصلي على نية السلام بالأردن وبالعراق وبسوريا وبلبنان وبالشرق وبكل العالم، وإن شاء الله يكون ربنا استجاب لصلاتنا، وجينا لنعيش المحبة. هالمحبة هي يلي ربنا بده إياها منا، وهي يلي بتجيب السلام. يا غافي وعيونك لعينينا نور، زهرت عجفونك حبة البخور، قداسك الحقلي مذبحك البيت، بحنية السبلي ركعت وصليت. يا شرب ساعدنا، يا شرب ساعدنا، يا شرب احمينا احمينا، يا من يهبو البكر شمس احتفلت راهبات مار يوسف للظهور براهبات جدد انضممن إلى مؤسستهن، حيث أعلنت راهبتان خلال القداس الإلهي نذورهن المؤقتة، وأربعة تم قبول طلباتهن للانتساب إلى الرهبنة كمبتدئات. إلى المزيد. إن دخلت قدسك ورأيت عرشك، ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي في كنيسة شهداء الأردن للاتين بمنطقة مرج الحمام،
بمناسبة إبراز النذور الأولى للأختين نهلة قديس وسارة غذية ودخول مرحلة الابتداء للأخوات مريم ميلاد وأمل فايز وانتصار عبد الهادي وهبة صباح في رهبنة القديس يوسف الظهور بمعاونة راعي الكنيسة الأب أشرف النمري وبحضور الرئيسة الإقليمية الأخت فريدة ناصر وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة والراهبات وجمع من المؤمنين. تقدمنا الراغبات بالسير في الابتداء بطلب الدخول إلى مرحلة الابتداء رسميا من الرئيسة الإقليمية. وخلال القداس تقدمت الراهبات المبتدئات أمام مذبح الرب طالبات الانضمام للجماعة الرهبانية، وبعد قبول طلباتهن من قبل الرئيسة العامة تسلمنا كتاب قانون الرهبنة. وبعد قراءة الإنجيل المقدس ابتدأت مراسم النذور المؤقتة للراهبتين نهلة وسارة ناذرات أنفسهن لله وللرهبنة وللكنيسة والدعوات الرسولية. يبعث دعوات كهنوتية ورهبانية إلى كنيستنا. وركز المطران الشوملي في عظته على الدعوة الإلهية للتكرس مستشهدا برسالة القديس بولس بأن الله اختارنا منذ إنشاء العالم لنكون عنده قديسين بلا عيب في المحبة. نعم الله يدعو وأكثر من مرة، هنالك دعوة عامة للجميع لكل المعمدين، وهنالك دعوة خاصة للبعض منا للتكرس والآخرين لحياة الزواج. الرب يقول لإرميا: قبل أن أصورك في البطن عرفتك. ربنا بعرفنا قبل إنشاء العالم باسمنا. وفي ختام القداس وأخذ البركة تقدم الجميع بالتهنئة للراهبات الجدد وللرئيسة الإقليمية متمنين لهن خدمة رهبانية مباركة ومزيدا من دعوات التكريس. سلم غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين إدارة شؤون الكنائس في مادبا للنائب البطريركي المطران أرستوفولوس، وقال غبطته في حفل التسليم: لقد عرفناكم يا سيادة المطران راعيا صالحا وابنا مخلصا للكنيسة، واليوم نوكل لك مهمة جديدة في محبة السيد المسيح لترعى أبناء كنائسنا في مادبا. وبدوره شكر سيادة المطران أرستوفوروس البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمجمع المقدس على ثقتهم. وحضر مراسم التسليم عدد من الأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة من الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس الرسولية، إلى جانب عدد من الشخصيات الرسمية وجموع من أبناء الرعية. كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس بمحافظة العقبة تأسست قبل 26 عاماً بأمر من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال في عهد مثلث الرحمات البطريرك ثيودوروس الأول. نورسات الأردن زارت المكان وأعدت التقرير التالي: وترنم بعجائبها مسروراً. في حلقة هذا الأسبوع نصل لكنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في محافظة العقبة جنوب الأردن لنتعرف على تاريخ ونشأة هذه الرعية العريقة التي تخدم أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في المنطقة. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه.
شيدت كنيسة القديس نيقولاوس عام 1987 بأمر من جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثاره، الذي منح مساحات منوعة من الأراضي لتقام عليها كنائس تخدم المسيحيين في المحافظة. عمل على بنائها ومتابعتها مثلث الرحمات غبطة البطريرك ثيودوروس الأول، الذي تكفل بكافة أعمال البناء على نفقته الخاصة. يبلغ ارتفاع الكنيسة ما يقارب 20 مترا وعرضها 15 مترا، وهي مزينة من الداخل بأيقونات بيزنطية ذات طابع مميز. يفصل الهيكل حائط الأيقونوستاس المميز بأيقونات مراحل حياة السيد المسيح على الأرض. يعتبر القديس نيقولاوس شفيع البحارة وصيادي الأسماك والمسافرين بحرا وبرا، فسميت الكنيسة على اسمه لتحل بركته على أبناء الكنيسة. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي فلك نوح ملجأ لكل الخطى. تضم الكنيسة ما يقارب 400 عائلة أرثوذكسية ناشطين في العمل الرعوي والاجتماعي في المحافظة. كما تجاور الكنيسة مدرسة خاصة تابعة للبطريركية الأرثوذكسية لتخدم أبناء الرعية وأبناء المنطقة. الأب سميح باسيليوس مرجي سيما كاهناً عام 1992، الذي خير حينها بمكان خدمته، فاختار بكل فخر وحب أن يخدم كنيسة وأبناء محافظة العقبة المتحدين دوما حول كنيسة الرب. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. حدثنا الأب مرجي عن الكنيسة وعن تكملة البناء الذي ساهم به وعن نشاطها خلال الأعوام الماضية فقال: الجميل في مدينة العقبة أنه مسيحيتها متحدين مع بعضهم البعض دائما. نحن نشعر أننا عائلة واحدة ورعية واحدة في كل الكنائس. كنيسة العقبة بالذات حاولت أن تجمع جميع الطوائف المسيحية مع بعضها البعض وتخليها دائما عنصر أساسي فعال في مدينة العقبة. ومن هالمنطلق أثبتنا موجودية، كما يقول الكتاب المقدس: من ثمارهم تعرفونهم. أثبتنا لكل المجتمع المحلي وللجهاز الأمني وللدولة والكل أن المسيحية نحن عنصر فعال في مدينة العقبة، وعنصر له قوة، له فعالية. فنحن أردنيون عرب، أردنيون هاشميون. تأسست كنيسة القديس نيقولاوس سنة 1987 عندما فوضت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أراضي لجميع الطوائف المسيحية بأمر من المرحوم جلالة الملك الحسين رحمه الله. وبعدها مباشرة بدأت كل الطوائف ببناء هذه الكنائس، فبنيت لجميع الطوائف المسيحية الكنائس وظهرت على حيز الوجود وأعطت طابع حضاري مميز للمملكة الأردنية الهاشمية أنه يوجد كنائس مسيحية في مدينة العقبة، علما بأنه يوجد أكثر من 400 عائلة مسيحية في مدينة العقبة من العائلات الفاعلة والعاملة والنشيطة والمثقفة والتي تتمتع بزي ما بقول بهاي كواليفيكيشن كلهم.
أتيت في 92 لمدينة العقبة، وكنت استلمت الكنيسة على القصارى، فكانت زي الفحمة السوداء، فبشرت في عمل الجبصين وعمل الدهان من تبرعات الخيرين من مدينة أهل العقب، ولم نعتز لأي شيء من البطركية أو المطرنية، فكان كله من جهود أهل العقب في بداية الكنيسة. فدهنا وطرشنا وعملنا جبصين، وبقيت لسنة 22 سنة متتالية بدون صيانة، فارتعينا أن نعمل صيانة عامة للكنيسة وتغيير تغيير كامل للكنيسة. فهذا كان بفضل أبناء رعاية العقبة الموجودين في هذه المدينة والرعاية المسيحية كلهم كاملين. بدون محبة لا يمكن أن يكون لا طائفة ولا كنيسة ولا مجتمع محلي ولا شيء. فالمحبة زي ما بيقول بولس القديس بولس، المحبة لا تفنى، المحبة بتعمر، المحبة هي أساس كل شيء بجميع فئات المجتمع المحلي، من إسلام ومسيحية وطوائف وأيا كان المنبت والوصول. نحن المحبة إذا لم تسود المحبة لن يكون مجتمع ناجح وناضج ومحترم. لقد أظهرتك أفعال الحق لرعيتك قانونا للإيمان وصورة للوداعة أيها الأب رئيس الكهنة نيقولاوس، فلذلك أحرزت بالتواضع الرفعة وبالمسكنة الغنى، فتشفع إلى المسيح الإله أن يخلص نفوسنا. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل ضيق. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. رهبنة مار يوسف للظهور تضم أخوات جدد لمؤسستها. أخوية سيدة المعونة للروم الكاثوليك تحتفل بخمسة عشر عاماً على تأسيسها. 35 من أبناء الرعية الكلدانية يقبلون سر المناولة الأولى. كنيسة القديس نيقولاوس في محافظة العقبة ضمن حلقات كنيستي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.